بفريق جديد وتوقعات عالية. هكذا انطلق ريال مدريد في موسم 2021-2022 كيبحث على صناعة مجد جديد لبلانكوس في رحلة درامية ما كتنساش ما بين صعود ونزول في المستويات إلى استعادة التاج المحلي ومن ثم تحقيق المعجزات في دوري الأبطال. هذه هي قصة ريال مدريد وكيفاش اقترقوا نحو 14. بعد الخروج بموسم صفر موسم 2020-2021 وخسارة الليغا في آخر جولة من الدوري، أنهى ريال مدريد الموسم ديالو ببعض المشاكل. أولها وأبرزها هو استقالة مدرب الفريق زين الدين زيدان بشكل مفاجئ من تدريب الفريق الملكي بعد ما شاف الدعم اللي ما قدمتوش ليه الإدارة في مشروعه الجديد، وهذا الشيء بان بعدم توفير السيولة المالية الكافية لجلب لاعبين جداد كيحتاجهم المدرب الفرنسي. واللي زاد من مشاكل الميرينغي هو انتهاء عقد سيرخيو راموس قائد ريال مدريد دون الوصول لحل التجديد، وكذلك خروج فاران لنادي مانشستر يونايتد. فقد ريال مدريد مدافعين مهمين في تشكيلة البلانكوس، ولكن تم تعويض هاد اللاعبين بشكل سريع. ميليتاو المدافع الشاب اللي انتدب ريال مدريد من بورتو البرتغالي في موسم 2019-2020 واللي قدم أداءات كبيرة في الموسم الماضي بعد غياب راموس للإصابة، وكذلك انتقال دافيد ألابا لصفوف الفريق بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ، وكذلك عودة كارلو أنشيلوتي لتدريب الميرينغي مرة أخرى بعد فترته الأولى مع النادي الملكي واللي فاز بها بالعاشرة. هذه المرة كارلو أمام تحدي جديد لإعادة بناء فريق قوي كينافس على الألقاب كما جرت العادة، ولكن قسم محيط الريال من مؤيدين ومعارضين هذا القرار. البعض كيشوف أن المدرب الإيطالي هو الأنسب لهذه المهمة، والبعض كيشوف أن أنشيلوتي مبقاش قادر على تدريب الفرق الكبيرة وتجاربه مع بايرن ميونخ ونابولي كتعزز هذه الفكرة، ولكن بيريز عطى الدعم والثقة لأنشيلوتي. دار لاس غراسيس آل بريسيدينتي كي مي كيريدو أكي آ جوزي أنجل تودا لا ديريكتيفا ستوي موي فيليس سوي موي فيليس دي فولفير أكي allo che sento che è mi casa e nada muy feliz voy a poner toda mi energía para intentar de hacer lo que hemos hecho todos juntos en el pasado. انطلق الموسم بشكل قوي من ريال مدريد. دخل انشيلوتي في المباراة الاولى في الدوري بتشكيل 4-3-3 الاعتيادية مع الاعتماد على كل من هازارد وبنزيما وبيل في الهجوم، وخرج الميرينغي بانتصار كبير على ألافيس. بدأت المشاكل كتبان مبكرا في النادي، مشاكل دفاعية وكذلك مستوى بعض اللاعبين. في الجولة الثانية من الليغا تقدم ليفانتي في النتيجة وعانى الملكي من أجل تحقيق التعادل. كان هازارد وبيل في مستوى متدني. أدخل أنشيلوتي في الشوط الثاني فينيسيوس جونيور واللي لعب دور المنقذ في هذه المباراة. سرب فينيسيوس انطلق فينيسيوس هذا جول هذا جول 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 فليسر إلى كريم كريم بعد ذلك فينيسيوس الله 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 الله. بعد المقابلة صرح كارلو أنشيلوتي أن علينا العمل من الناحية الدفاعية والتحلي بالمزيد من الشراسة عند فقدان الكرة، ولكن بالرغم من كل شيء بقي هذا المشكل قائم حتى بعد تحقيق الريال الانتصارات، إلا أنه ما كيخرجش بشباك نظيفة. مع اقتراب بداية الموسم الأوروبي كان من الضروري إيجاد حل لهذا المشكل وبسرعة. تواجد ريال مدريد في مجموعة سهلة نسبيا كتضم كل من انتر ميلان شختار دونيتسك وشيريف تيراسبول. هذا الاخير حقق مفاجأة مدوية بالانتصار على الملكي في ملعبه في الجولة الثانية من دوري الابطال وافتتح سلسلة نتائج سلبية دخلها الفريق بالراس والهدف الاول 1-0 التاريخ كرة منطقة جزاء شوت كورة والهدف الثاني شوت كورة والهدف الثاني في 5 مباريات تالية ما استطاعش ريال مدريد الفوز سوى في مباراة واحدة، ولكن في المباراة الثالثة في دوري الأبطال بينات قوة هجومية كبيرة للميرينغي. قدم للأمام هنا الهدف هنا الهدف هنا الهدف هنا الهدف الله 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 الله. خضر ريال جرعة معنوية كبيرة لقادم المباريات، خصوصا أن المباراة القادمة ما غاديش تكون مباراة عادية. الكلاسيكو واحد من أعظم المباريات المنتظرة في الموسم الكروي، مباراة كانوا فيها الناديين بجوج كيعانيوا من ناحية النتائج في الدوري
وخاصة برشلونة واللي كيلعب أول موسم ليه بدون نجم الأول الفريق ليونيل ميسي. لكن ريال مدريد عمق جراح البلاوغرانا وعلى الأرض ديالهم. قرب هذا الانتصار ريال أكثر للصدارة مع مباراة ناقصة للفريق. الفوز في الكلاسيكو عطى الفريق الثقة اللي كان كيفتقدها في بداية الموسم، ودخل ميرينغي في سلسلة من النتائج الإيجابية. ضغط الجزاء السلوك داخل منطقة الجزاء، الله مريعة دي ماركو ثم توني كروس قوية، ألابا 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 Pallagiro, palo gol. Vini il tocco che llega in diagonale, Benzema le pegò gol. Voilà, che Vinicius, Junior gol, Junior gol, Junior gol, 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 gol. تربع ريال مدريد على الصدارة وبفارق مريح على أقرب منافسيه، وكذلك تأهل الدور الثاني من دوري الأبطال كمتصدر للمجموعة. المنعطف الأهم في الموسم على وشك البداية، والفريق جاهز للدخول في غمار التحدي. بعد انتهاء النصف الأول من الموسم بدأت الأمور كتصبح أكثر جدية، ومع النتائج الإيجابية اللي حققها الريال في الشهرين الأخيرين وكذلك الفوز بكأس السوبر الإسباني، كان الجو داخل القلعة البيضاء إيجابي جدا. كان الملكي على موعد مع قرعة دور الأبطال. كان خصم ريال مدريد في دور 16 هو نادي بنفيكا، ولكن بسبب خطأ ترتكب خلال القرعة تم إعادتها بشكل فوري. اعترضت مجموعة من النوادي على هذا القرار ومن بينهم النادي الملكي، مبررين أن الخطأ وقع بعد ما تسحبات الأسماء ديال الفرق ديالهم. ولكن إعادة القرعة شملت الكل، وجمعت القرعة هذه المرة الميرينغي في مواجهة أحد أقوى الفرق في العالم والمدجج بنجومه الكبار نادي باريس سان جيرمان. مواجهة كان الجميع كيرشح النادي الفرنسي بالتأهل من هذا الدور بسبب القوة الهجومية الكبيرة اللي كيمتلكها البي اس جي، وخاصة ضعف مدريد من الناحية الدفاعية. اللي زاد من مشاكل الريال هو إصابة نجم الفريق كريم بنزيما، واتضح بعد الفحوصات أنه غيغيب المدة ماشي قصيرة ويقدر يغيب على مباراة الأبطال. ولكن كريم أصر على الحضور لهذه المباراة، تدرب بشكل منفصل على الفريق باش يرجع بأسرع وقت ممكن. ورغم أن الإصابة ما تعافتش تماما، إلا أنه كان حاضر في هذه المباراة. The final touch was, I think, off Eden. Mbappe gets in behind Carvajal. Courtois with his first big save. من البداية كان ريال مدريد مضغوط في مناطقه بسبب ضغط كبير قام به نادي باريس سان جيرمان. عانى الريال في هذه المباراة خصوصا من الجهة اليسرى اللي كيتواجد فيها مبابي. كيقدم الملكي واحدة من أسوأ مبارياته في دوري الأبطال، ولكن بالرغم من هذا الأداء السيء اللاعبين صامدين من أجل تحقيق التعادل، وهي نتيجة ممتازة في ظل هذه الظروف. تصدى كورتوا لركلة جزاء الميسي، وأبقى الفريق حظوظ كبيرة في الخروج بأقل أضرار من حديقة الأمراء. لكن في الدقيقة الأخيرة تغيرت النتيجة. Great feat by Mbappe! What a goal! What a sensational goal! تحطمت مقاومة ريال مدريد عن طريق مبابي، واللي هدى الانتصار للنادي الفرنسي. قدم الميرينغي أداء سيء في هذه المباراة، واعتلت أصوات الانتقادات على كارلو أنشيلوتي خصوصا من الصحافة الإسبانية، واللي انتقدوه بشدة على اختياراته في هذه المباراة وكذلك عدم لجوءه لتدوير اللاعبين في المباريات السابقة وإراحة الأسماء الأساسية. الظروف كلها صبحت ضد ريال مدريد. أغلب الفرق كانت تقدر تفقد الأمل، لكن ماشي هذا الفريق. باقي مباراة أخرى كتنتظر الميرينغي في البرنابيو. كان على لوس بلانكوس استغلال ميزة الأرض والجمهور كونهم أصحاب الأرض من أجل تحقيق التفوق بفارق هدفين على البي اس جي. لكن قبل هذا الشيء كان عند ريال مدريد اختبار صعب في الليغا أمام ريال سوسيداد، مباراة غتساعد اللاعبين على استعادة الثقة، خاصة أنها المباراة الأخيرة قبل لقاء العودة. لكن البداية ما كانتش مبشرة. ضغط الريال بحثا عن هدف التعادل، حماس الجماهير دفع اللاعبين لتقديم أقصى ما عندهم لتحقيق الانتصار، وهذا الشيء اللي وقع. مودريتش لا كامبيو بارا كامافينجا ديسكاسو بورتو نيل بارتيدو سالو ايت سوردازو كي سي ميت اي اس ان غولازو كاماغا اي استا بارا ميتير ال سيغوندو غول ال مدريد اهورا مودريتش جول. خدا ريال مدريد الانتصار والحافز لمواجهه باريس سان جيرمان في دوري الابطال. الجماهير كيملئها الايمان بفريقها، واللاعبين واعيين بالدعم اللي كيقدموه ليهم من اجل العوده في النتيجه. ولكن باريس جاءوا لافساد هذه الاجواء. تقدم البي اس جي في النتيجه في الشوط الاول، شوط كان نسخه مشابهه لمباراه الذهاب. سيطره باريسي على المباراه مقابل اداء باهت من الميرينغي. كان على الريال استغلال اي فرصه كتجي لتحقيق المبتغى، وفي الشوط الثاني تغير كل شيء.
Pressure on Donnarumma. Benzema caused it. Here's Vinicius. It's Karim Benzema on the back in it. من وقت تسجيل هدف التعادل تغيرت معالم المباراة. صبح مدريد هو الفريق المسيطر، بينما دخل باريس في دوامة شك، وفي دقيقة واحدة تغيرت النتيجة. لوكا مودريتش once more. Good ball into Karim Benzema. It's in. Karim Benzema strikes again. Real Madrid. Marquinhos with more defending. Oh, he got it! حمل بنزيما ريال مدريد للدور القادم بريمونتادا خيالية. السحر اللي وقع في هذه المباراة كان ما كيتصدقش، وكذبوا جميع توقعات خروجهم على يد البي اس جي من هذا الدور، ولكن باقي أمامهم طريق طويل نحو اللقب. محليا كان ريال مدريد كيغرد خارج السرب لوحده معتليا صدارة الدوري، وبعد تأهل دور ربع النهائي وقبل موقعة الذهاب في ستانفورد بريدج أمام تشيلسي، كان مدريد كيواصل الهيمنة ديالو على الليغا. فبعد الانتصار أمام مايوركا بثلاثية، جاء بعدها اختبار حقيقي هاد المرة، وهو إياب الكلاسيكو أمام برشلونة في البرنابيو. برشلونة اللي كيمر بفترة ممتازة منذ تعيين تشافي كمدرب للفريق، جا باش يواصل النتائج الإيجابية أمام فريق كيعيش أفضل أحواله في الموسم، ولكن كيعاني من مشكلة حاليا هو غياب نجم الفريق الأول كريم بنزيما. دخل أنشيلوتي بشكل وتكتيك مختلف على المعتاد، لكن الميرينغ تضرب في كبرياء في هذه المباراة. خطيرة جول بابا بابا. جرع الريال خسارة كبيرة. خرج أنشيلوتي كيعترف أنه أخطأ في هذه المباراة، ولكن هذا الخطأ ما غاديش يتعاود مرتين. كان لابد من تصحيح المسار بسرعة، وإلا غيضيع جهد الموسم بأكمله. الخصم المقبل الملكي هو نادي تشيلسي، واللي أقصى ريال مدريد من نصف نهائي الأبطال في الموسم المنصرم. كانت نوايا البلانكوس في هذه المباراة انتقامية بكل تأكيد، ومع عودة بنزيما كانت المواجهة من نصيب الميرينغي. شوف الكرة يا سلام، بلمسة بهمسة، وهذا فينيسيوس يعدي والجول. كريم جول، كريم جول. بنزيما فرنسي في التدريج وبرا أخرى. شنو هذا؟ شنو هذا؟ كرة لكريم جول، كريم جول، كريم جول، جول. سجل بنزيما ثلاثية أخرى في دوري الأبطال مكرسا النجاح وتميزه هذا الموسم، واللي ساعده على هذا التألق هو الدعم اللي كيتلقاه من زملائه، وخاصة فينيسيوس جونيور. ثنائي يصنعه أنشيلوتي هذا الموسم، وتوافق كبير بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، وأصبحوا ثنائي فتاك في المباريات. بنزيما وادي التعادل أمامنا، هنا يأتي فينيسيوس كريم يصنع، وفينيسيوس يسجل هنا التعادل. يقلع كرة في الطرف الأيسر إلى كريم، كريم بعد ذلك فينيسيوس. الله 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 الله. ولا بعد أيام قليلة من انطلاق صافرة إياب ربع النهائي، كان لاعبي ريال مدريد متفائلين وكيعيشوا أجواء إيجابية داخل الفريق. فبعد الانتصار المريح في لندن دخل الميرينغي لمباراة الإياب أريحية، ولكن المفاجأة كانت في انتظارهم. تضح أن تشيلسي ما جاش المباراة باش يستسلم، فهدفين فقط غد تكافئ النتيجة، وما ضيعش البلوز وقت في البدء بالتسجيل. كان ريال مدريد كيلعب بشكل سيء في المباراة، استغل تشيلسي هذا الموقف وقلب النتيجة على الملكي. استلام حلو قوي من جانب النجم كريم بنزيما، وادي التعادل امامنا، هنا ياتي فينيسيوس. كريم يصنع وفينيسيوس يسجل. بعد الهدف الثالث دفع أنشيلوتي بكل من مارسيلو ورودريغو. دخل الشاب البرازيلي بنية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبمساعدة سحرية من مودريتش أعاد رودريغو الكفة للنصابة. انتهت 90 دقيقة في المباراة، مشاو الفريقين الأشواط الإضافية. كان هدف واحد قادر على إعطاء تأهل لأي فريق. دخل ريال مدريد مسيطر من البداية، ومرة أخرى كتبان ثنائية فينيسيوس وبنزيما. بحث عن كرة بتمرير على داخل منطقة الجزاء. دائما العطاء يأتي عن طريق الكريم في الوقت. على واقع هذا الهدف تأهل ريال مدريد للنصف النهائي.
الأجواء كانت جنونية في الملعب وفي غرفة الملابس. أثرت هذه المباراة إيجابياً على اللاعبين من أجل حسم الليغا، خاصة أن الريال كتنتظر مباراة قوية أمام إشبيليا اللي ما نهزمش على الأرض ديالو هذا الموسم. تقدم النادي الأندلسي بهدفين في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني قام الميرينجي بهوايته المفضلة. كورة من جونيور، يعدي جونيور، يدخل جونيور، حلوة، كارفاخال أحلى، عرضية وجول! الميرينجي ريال مدريد، ماذا قلت لكم؟ لامريكو الدخلة، رودريجو بنزيما، بنزيما، جول 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 جول. بهذا الفوز حسم ريال مدريد الليغا بشكل شبه تام، ومتبقي دورات قليلة على انتهاء البطولة المحلية، وباقي المواجهات غتحدد وقتاش غيرفع مدريد البطولة. ولكن قبل هذا الشيء حط الميرينجي الرحال في مانشستر استعدادا لمباراة نصف النهائي امام سيتي، مواجهة كتحمل في طياتها ذكريات ما كيبغيوش عشاق الميرينجي يتذكروها. غيحاول الريال الانتقام من مباراة الابطال قبل موسمين، ولكن المهمة ما غتكونش سهلة. ما مضاش وقت طويل على العودة الرائعة من مباراة تشيلسي في دوري الأبطال، ولكن الاحتفالات انتهت من وقت طويل، وكل التركيز حاليا على العقبة المقبلة في مشوار الفريق نحو 14، وغيكون هذا أصعب تحدياتهم لحد الساعة. كيوقف بينهم وبين نهائي فريق قوي كيقود خصم قديم من ريال مدريد، نين كان لاعب حتى ولا مدرب النادي برشلونة بيب غوارديولا. ما قدرش الملكي ينتصر في أي زيارة لهذا الملعب، ولكن هذه المرة كتختلف المعطيات. البعض كيشوف إمكانية الريال التأهل نصف نهائي صعبة، والبعض كيشوفها مستحيلة. وبدأت المباراة بأفضل طريقة ممكنة، النادي مانشستر سيتي. رياض يدخل، رياض دخل، رياض مازال عنده الكرة الآن، رياض وبوبوبو خطيرة، جول بابا، ورجعت لكيفن دي بروين، دي بروين الأرضية، وبوبو خطيرة، جول. تأخر الميرينجي بهدفين في أول 10 دقائق، وكانوا محظوظين ضياع فرص بالجملة للسيتيزنز. سيطر السيتي بالطول والعرض على المباراة، ولكن ريال مدريد استغل نصف فرصة وقلص الفارق. سجل كريم هدف أنعش البلانكوس ولو قليلا في المباراة، ولكن المقابلة كانت صعبة، وزادت الصعوبة ديال بعد هدف السيتي الثالث، ولكن الرد جاء بسرعة من فينيسيوس جونيور. مدرب لا، لأنه عضو من أعضاء أرضية الميدان، الكل يمكن أن يطرد بالراحة الحمراء. فينيسيوس جونيور هرب، فينيسيوس هرب، فينيسيوس دخل، فينيسيوس دخل، فينيسيوس، فينيسيوس، جول. بدأ ريال مدريد في العودة تدريجيا في المباراة، ولكن سيتي خطف هدف مهم في هذه المقابلة. خطأ حكم خلى رافوني بالجول. ما وقفتش الدراما في هذه المباراة، وفي الدقائق الأخيرة من المقابلة تحصل الملكي على ركلة جزاء ترجمها بنزيما الهدف. كريم انت مقلق، كريم انت مقلق، تنتظر في الحكم بنزيما. انتهت المباراة بخسارة ريال مدريد، ولكن المزاج كان مختلف في كلا الفريقين. فرغم الهزيمة كان بإمكانك رؤية الراحة أو الثقة في وجوه لاعبي الميرينجي، بينما اللاعبين ديال السيتي كانوا أكثر إحباطا، خاصة أنه كان بإمكانهم الفوز بنتيجة أكبر، كما أنهم كيعرفوا صعوبة المهمة في البرنابيو بعد أسبوع من هذه المباراة. ولكن قبل هذا الشيء كان على ريال مدريد حسم الليغا قبل موقعة الإياب، ومباراة واحدة كتفصلهم على معانقة اللقب. متابعينا في كل مكان، رسميا ريال مدريد بطل بطولة الدوري. حسم النادي الملكي اللقب المحلي، تتويج غيعطيهم دفعة معنوية كبيرة قبل مباراة نصف نهائي الأبطال. تركيز جميع اللاعبين منصب على تحقيق العودة في مواجهة السيتي، ولكن ما كانش الجميع مقتنعين بقدرة الرياض على فعلها. فالجميع وبدون استثناء رشحوا السيتي للمرور من هذه الموقعة، وخاصة عدم قدرة الميرينجي على تحقيق الريمونتادا مرة أخرى. ولكن هذا الشيء بالتحديد اللي توقعه جمهور ريال مدريد، هدف واحد للتعديل وهدفين للمرور النهائي، هالشي اللي كيحتاج البلانكوس في هذه المباراة. ومن انطلاق الصافرة انطلق الفريق بكل عزيمة نحو مرمى السيتي، ولكن الشوط الأول انتهى بتعادل سلبي. في الشوط الثاني ضغط الريال أكثر، ولكنهم كانوا عاجزين على الوصول للمرمى، وبحثا عن دماء جديدة يضيفها الفريق أدخل أنشيلوتي رودريجو في الدقائق المتبقية من المباراة من أجل تغيير النتيجة، ولكن السيتي هو من قام بتغييرها. السيتي للقاضي الآن عن طريق الهجوم، خطيرة، ورياض وجول، رياض وجول. مع بقاء 17 دقيقة فقط لانتهاء المباراة غيحتاج الريال هدفين للتوجه بالمقابلة للأشواط الإضافية. بدأت الجماهير بتشجيع الفريق لتحقيق الهدف المنشود. كان السيتي قريب من قتل المباراة،
ولكن إصرار لاعبي الريال خلى أملهم قائمة، وهذا الإصرار أتاح لهم العودة في لحظة سحرية وفي دقيقتين فقط. كامافينجا 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 كريم وجول كامافينجا وجول رودريجو رودريجو ولعها. فما حازة ما نعرفش، فما حازة ما نعرفش. ترجع الكرة مرة أخرى، يمشي كارفخال، يلعب كارفخال، حاط الكرة والثاني. فما حازة، فما حازة. يا الله يا الله. مشات المباراة الأشواط الإضافية هدف واحد لأي فريق كافي للعبور للنهائي. كان الريال أقوى بدنيا ونفسيا في الشوط الإضافي، واستطاع يخطف هدف التأهل للنهائي عن طريق ضربة جزاء. كريم بنزيما والهدف الثالث، الريال فينال فاينل نهائي، ولدي يبكي. تأهل ريال مدريد للنهائي بعد ما تخطى عقبة مانشستر سيتي في واحدة من أجمل مباريات دوري الأبطال، فبعد تغلب على البي اس جي بكل نجومه والخروج من فخ تشيلسي من دور الربع والنجاة بسيناريو ما كيتكررش أمام السيتي، ريال مدريد وجد نفسه في نهائي الأبطال المرة الخامسة في آخر 10 سنوات، والخصم هذه المرة هو نادي ليفربول في إعادة لنهائي كييف سنة 2018. Thiago for Henderson, Alexander-Arnold, lovely little shift, and he goes again, and Salah's there, and it's a super save, Thibaut Courtois. Mané, Mané, بالدي فينيسيوس في القائمة الثانية. هدف ضيع بابا جول. تيبو كورتوا with a save. This is a brilliant piece of goalkeeping. ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد بطل دوري الريال وليس دوري الأبطال. نعم هو دوري الأبطال.